يا رب ساعدني. بكار، وصلت الحاجة؟ أنا جبت معلومات كتير ومهمة ورتبتها ولخصتها في نقط واضحة وسهلة عشان نعرف الناس أسباب الإصابة بالسرطان وإزاي نحمي نفسنا منه. وأستاذة ابتهال وعدتني إنها تنشر كل المعلومات دي على أهل البلد. طب يلا قولي إيه هي المعلومات دي؟ أولاً أنا كتبتها بالعامية عشان كل الناس تفهمها. طب وسع كده شوية يا بكار لما اشوف هفهمها ولا لأ. ماشي، اهي فرصة نتأكد انها بسيطة ومفهومة. ازاي نبعد عن اسباب الاصابة بالسرطان؟ 1- التدخين السلبي. اكتر من 70% من المصريين بيتعرضوا للتدخين السلبي وده خطر جدا. 2- المبيدات. التعرض للمبيدات بيضاعف 10 مرات احتمالية انك يجيلك سرطان. 3- الاواني المخدوشة. ايه ده بقى؟ يعني الحلل والقليات يا حسونة. يا خبر. ايوه دي خطر جوي، لازم ما تكونش مخدوشة. 4- الاواني البلاستيك. ودي بقى حكايتها حكاية يا حسونة. ازاي يعني يا بكار؟ بص اجرى. اما تلاقي العلامة دي اللي على شكل مثلث جواها رقم 1 ودي بتبقى محفورة على اغلب ازايز المية والعلب البلاستيك الخفيفة الطرية، معناها انك تستخدم الازازة البلاستيك دي مرة واحدة بس، ما تقعدش تملاها وتعيد استخدامها تاني، وكمان ما تعرضهاش للشمس. أما رقم 2 فهو نوع كويس من أأمن أنواع البلاستيك وموجود في علب اللبن والشامبو ولعب الأطفال. رقم 3 من أرخص أنواع البلاستيك وسام، وبيكون موجود على شكل رول بلاستيك بيغطوا بيه الأكل والفاكهة، وده لازم نتخلص منه بسرعة وما نستخدموش لفترات طويلة. يا خبر يا خبر. كمل قراية يا حسونة. طيب هكمل يا بكار. رقم 4 بيستخدم في الأكياس وبيكون آمن شوية. رقم 5 ده بقى أفضل أنواع البلاستيك ومش مضر ابدا وبيتحمل كل درجات الحراره، ساجع وسخن. رقم 6 ده خطر وغير امن. واخيرا رقم 7 بيبقى خليط من كل انواع البلاستيك والامن نتجنبه. مالك في ايه؟ ابدا، كنت بس عايز اعرف الإزازة البلاستيك أو العلبة لما عاوز أستخدمها كذا مرة المفروض يكون محفور عليها رقم كام؟ 2 و4 و5 وأحسنهم رقم 5. ماشي. ها خلاص كده ولا لسه في حاجة تانية؟ لا لسه، الكسل وعدم الحركة من أسباب السرطان، وعشان كده لازم تتحرك وتعمل نشاط وتلعب رياضة. حاضر. سبب تاني من أسباب الإصابة بالسرطان هو الأكل اللي مش صحي، يعني لازم ناكل خضار وفاكهة ويكونوا طازة. ها إيه رأيك؟ ودي عايزة كلام يا بكار، دي معلومات مهمة ومفيدة جوي جوي، واني اتأكدت منها من مصادر كتير وكلها موثوق منها. يا رب تفيد الناس وتنفعهم. يا ولاد النهارده فيه مفاجأة حلوة. هو في ايه؟ انتوا هتخلونا نروح بدري النهارده يا استاذ؟ يا سلام، دي تبقى
أحلى مفاجأة. لا يا حسونة، زميلكم وابننا العزيز رامي خف خالص وهيرجع ويبقى معانا على طول. ازيك يا رامي؟ رامي اهو. رامي جه. عامل ايه؟ ازيك يا رامي؟ الحمد لله على السلام. عامل ايه؟ الله، فين الطاجية؟ الله 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 الله، وايه الشعر ده؟ الحمد لله على سلامتك يا رامي. الله يسلمك، وحشتني يا بكار. انت عملت ايه؟ الحمد لله استجبت للعلاج وخفيت خلاص، وكتبت كل حاجة في مذكرات جديدة حابه اديها لك تقراها يا بكار. بقول لكم ايه، كفاية كلام بقى وتعالوا نلعب كورة، وروح انت بقى تمرجح. لا اني هلعب معاكم. اه صحيح، ده انت خفيت بس هتوقف جول. ايه اشمعنى؟ هو كده انت لسه جاي، يبقى توقف جول لمدة اسبوع.